استئجار هذا الاعجاز ومعيته. من هنا بعد هسه الان احنا خرجنا من بحث الايات الى بحث منفصل وهو ما هي حقيقة الاعجاز اولا، وان القرآن معجز في ماذا معجز. الاعجاز النقطة، الاعجاز النقطة الاساسية المأخوذة فيها انها لا تنسجم مع القوانين والقواعد والاسباب، وبعبارة جامعة مع النظام الحاكم في عالم الطبيعة. يعني نحن عندما نأتي الى نظام الطبيعة مذ وجد والى سينتهي، نجد ان هناك نظاما حاكما، ان هناك قانونا حاكما، وبتعبير القرآن الكريم ان هناك سنة الهية، سنة عامة، وضمن هذه السنة العامة سنة جزئية ضمن ذلك ضمن تلك السنة العامة. مثلا عند تعالوا معنا انتم الى التوالد وتكثير النسل، تجدون بانه ضمن سنة وقوانين من اكتشف تلك القوانين وتلك السنن يفعل ما يشاء في هذه القوانين. الاعجاز الخصوصية الاصلية المأخوذة في الاعجاز انها لا تنسجم مع القوانين والنظم والسنن الالهية التي تحكم نشأة الطبيعة. فعندما تأتي الى التوالد، عندما انت تأتي الى معجزة عيسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء، عندما تأتي أنت إلى معجزة موسى، عندما تأتي إلى أي معجزة من معاجز الأنبياء السابقين، تجد بأن هذه المعاجز عندما نقايسها مع القوانين ومع السنن الإلهية التي تحكم نشأتنا الطبيعية، نجد أنها تنسجم أو لا تنسجم. لا تنسجم، يعني هذا المسبب، هذا الفعل، هذا الوجود تحقق ولكن لا من هذه الأسباب بل من سبب آخر. وإلا بحسب هذه الأسباب الطبيعية لا يمكن أن تنقلب العصا حيا. بحسب هذه القوانين الطبيعية إذا أرادت العصا أن تكون حيا لابد أن تمر ماذا؟ بمجموعة من الأسباب وبمجموعة من الوسائل والطرق إلى أن تكون حية. يمكن أن تكون حية، العصا ليس مستحيل أن تكون حية. يعني هذه العصا تكون ترابا ثم تكون جزءا من نبات أو من حيوان ثم يأكله تأكلها حية، ثم تلك ذلك الأكل والطعام يتحول إلى ماذا؟ إلى بيضة، ثم تكون حية أخرى. تمر بسلسلة أسباب طبيعية وقوانين هذه العصا لكي تتحول حية. ممكن أو ليس بممكن؟ بل من الممكن، وأساسا يوميا في عالم الطبيعة يقع ذلك. في عالم الطبيعة لا يقع ذلك، يوميا يقع، ولكنه هسه إما يحتاج إلى واسطة أو واسطتين أو عشرة أو مئة، نحتاج إلى زمان سنة أو سنتين أو مئة أو ألف، المهم ده يتحول يوميا هذا الأمر. التراب يكون حيا، ممكن يوميا لا يقع، يخرج الحية من الميت والميتة من الحي، يوميا يقع هذا المعنى. هذه الطيور الأربعة التي أخذها إبراهيم ثم فعل فيها ما فعل، ثم دعاهن جاءت ماذا؟ صحيح بقى حية. هذا نفسه انت الآن تستطيع أن تأخذ أربعة من الطيور وتجعلها وتفعل بها كما فعل إبراهيم فتكون ترابا ثم تأخذ مسيرتها ثم ترجع طيور، يمكن أو لا يمكن؟ طيب، ولكنه تأخذ وسائل زمن. المعجزة ماذا؟ طوت هذه القوانين، طوت هذه الأسباب، لم تأتي إلى النتيجة من خلال هذه المقدمات. هذه حقيقة المعجزة. ومن هنا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يؤكد على هذه الحقيقة. لا يبحث المعجزة بحثا كلاميا، الآن بحثه بحث فلسفي. والمعجزة من الناحية الكلامية هذه كما يذكرها المحقق السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يقول في الاصطلاح، يعني المعجزة بحسب الاصطلاح الكلامي، أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية. إذن لابد أن يوجد مدعي أولا، وأن يدعي منصبا من المناصب
مناصب الإلهية، فإما نبوة وإما إمامة. بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعوة. شوفوا كم قيد أخذناها، أولا أن يوجد مدعي لمنصب من مناصب الإلهية، وثانيا أن يكون تلك الدعوة وأن لا يكون ذلك المعجز شاهدا على صدق دعوة مو على كذب دعوة. السؤال أنا ما نتكلم في هذه الجهة، ما نتكلم أنه المعجزة حتى بالاصطلاح الكلامي ما هي، لا نريد أن نبحث حقيقة المعجز من حيث هي. هل كان المدعي مدعي إلهي غير إلهي، سفارة غير سفارة، مطابق مع صدق الدعوة غير مطابق؟ ليس بحثنا في هذا، بحثنا أن المعجز ما هو. المعجز هو أنه لا ينسجم مع القوانين والسنن التي تحكم عالم الطبيعة. يعني من أراد أن يسير بذلك المسير يمكن أن ينتهي إلى هذه النتيجة أو لا يمكن؟ لا يمكنه أن ينتهي إلى هذه النتيجة. فلهذا يقول بأنه أولا القرآن الكريم يدعي أنه توجد معجزة، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية التي يدعيها القرآن الكريم أنه هو من مصادق ماذا؟ المعجزة. ثم يقول القرآن يقصر الطريق، يثبت أنه هو من المصادق فتثبت الدعوة الأولى أيضا. يعني يثبت الكبرى من خلال إثبات ماذا؟ من خلال بيان مصداق من مصادقها، وبعبارة أخرى خير دليل على الإمكان ماذا؟ الوقوع. فإذا كان القرآن معجزا فيوجد عندنا معجز في نظام الطبيعة أو لا يوجد؟ يوجد عندنا. فلهذا قال اعلم أن دعوى القرآن أنها آية معجزة بهذا التحدي الذي أبدتها هذه الآية تنحل بحسب الحقيقة إلى دعويين. الأولى وهما دعوى ثبوت أصل الإعجاز أنه يوجد معجز وخرق لنواميس الطبيعة والسنن التي تحكم عالم الطبيعة أو لا يوجد، ودعوى أن القرآن مصداق من مصادق الإعجاز. ومن الواضح إذا ثبتت الدعوى الثانية فإن الأولى ماذا؟ تكون لازمة لها وثابتة بثبوت الدعوى الثانية. والقرآن أيضا يكتفي بهذا النمط من البيان، يعني لا يدعي أولا أصل إثبات إعجاز القرآن ثم يثبت نفسه معجز، لا يثبت أنه نفسه ماذا؟ معجز، فتثبت الدعوة الأولى أيضا. والقرآن أيضا يكتفي بهذا النمط من البيان ويتحدى بنفسه فيستنتج به كلتا النتيجتين، غير أنه يبقى الكلام على كيفية تحقق الإعجاز مع اشتمال المعجز على ما لا تصدقه العادة الجارية في الطبيعة من استناد المسببات إلى أسبابها المعهودة المشخصة من غير استثناء في حكم السببية أو تخلف واختلاف في قانون العلية. والقرآن يبين حقيقة الأمر ويزيل الشبهة في ذلك. التفتوا جيدا، في هذا العالم الموجود عندنا توجد أسباب ومسببات، النار محرقة والماء هذا هو أثرها، والتراب هذا هو أثره، وفوق الأجزاء التي يتشكل منها عالمنا الطبيعي نجد أن هناك نظاما، وهذا النظام لا يختلف ولا يتخلف. مرارا بينا ما هو المراد من يختلف ويتخلف. يختلف يعني النار مرة تحرق ومرة تجمد أو تبرد، مرة تجعل الشيء حارا ومرة تجعل الشيء ماذا؟ باردا. هذا اختلاف في النتيجة، يعني أن السبب واحد ولكن يوجد اختلاف ماذا؟ في المسبب. هذا نسمي من غير اختلاف. ومن غير تخلف معناه أنه مرة تنتج أثرا ومرة لا تنتج أبدا، مرة لها مسبب ومرة تخلف. هنا السبب موجود ولكن المسبب ماذا؟ متخلف. قال من غير اختلاف او من غير تخلف او اختلاف في قانون العلية. والقرآن يبين حقيقة الامر ويزيل الشبهة فيه. فالقرآن يشتق في بيان الامر من جهتين، الاولى ان الاعجاز ثابت ومن مصادقه القرآن الكريم المثبت لاصل الاعجاز ولكونه من الاعجاز بالتحدي. الثانية انه ما هو حقيقة الاعجاز، وهذا المهم، البحث الاساسي حقيقة الاعجاز ما هي؟ ما هو حقيقة الإعجاز وكيف يقع في الطبيعة أمر يخرق عادة الطبيعة وينقض كليتها؟
خلوا ذهنكم جيدا يمي هنا، الأشاعرة أيضا يعبرون عن قانون السببية والمسببية في عالمنا بنظرية العادة. هنا عندما نقول يخرق عادة الطبيعة مو مرادنا العادة الأشعرية، هذا اشتراك لفظي وبالكم أن تقعوا فيه، لأنه الأشاعرة لا يؤمنون بقانون السببية والمسببية وإنما يؤمنون بعادة الله جرت على ذلك. ما معنى عادة الله جرت على ذلك؟ مرادهم أنه بين هذه المقدمة وبين هذه النتيجة يوجد تلازم في الوجود أو لا يوجد تلازم في الوجود. الأشاعرة ينكرون وجود التلازم، يقولون ولكن جرت عادة الله سبحانه وتعالى، أنت عندما تضرب الكرة بقدمك الكرة ماذا؟ تتحرك، ولكن توجد ملازمة في نظام الوجود بين ضرب الكرة بالقدم وبين حركة الكرة ولا يوجد تلازم. إنكار للتلازم، القانون العلمي هذا معنى، يعني إنكار للتلازم بين الأسباب والنتائج، إنكار لهذه الملازمة الوجودية. تقول لماذا أنا عندما أضرب الكرة تتحرك؟ يقول لا علاقة بين ضرب الكرة وبين ماذا؟ حركة الكرة. أي علاقة في الوجود ما أكو، لا ذاتيا توجد علاقة ولا جعلية من قبل الله توجد علاقة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنت من تضرب الكرة يحجب في هذا المورد يحرك الكرة، وفي مورد الآخر لا يحرك الكرة. أسأل لماذا أعبر ذاتية وغير ذاتية؟ لأنه في قانون العلية يوجد اتجاهان، وهو أن ارتباط العلة، ارتباط المعلول بالعلة ذاتي أو ليس بذاتي. شوي أقف عند المطلب، لأنه هذا المطلب من المطالب الأساسية في القرآن الكريم. إذا فتح هذا المطلب القواعد انحلت كثير من مباني القرآن أيضا تحل. إن ما معنى الذاتية؟ الذاتية من قبيل أنه تقول أن الأربعة لازم ذاتي، عفوا أن الزوجية لازم ذاتي للأربعة. ما معنى لازم ذاتي للأربعة؟ يعني يستحيل وقوع الانفكاك فيما بينهم، خب يستحيل وقوع الانفكاك لي أو ذاتان، أي منهما؟ يعني تتعلق القدرة الإلهية بذلك أو لا تتعلق؟ يعني يمكن للحق أن يفعل ذلك أو لا يمكن؟ خلوا ذهنكم جيدا يا مهر، والمهم أني يمكن أو لا يمكن؟ بعد الله مقدر، شوف أنت تقول على كل شيء قدير من جهة، ومن جهة أخرى تقول هنا لا يقدر. لا يقدر، شنو هذه لا يكون كما في وارد في الروايات؟ معناه أن القدرة تتعلق بالشيء الممكن ذاتا، أما الممتنع ذاتا ليس بشيء حتى تتعلق به القدرة، فهو خارج تخصيصا لو تخصصا، تخصصا موضوعا خارج، لأن الآيات قالت إن الله على كل شيء قدير، والممتنع بالذات شيء أو ليس بشيء. ليس لا شيئية له. التفتوا جيدا. هسه الآن أريد أشوف بأنه الارتباط بين العلة والمعلول ارتباط ذاتي لو ارتباط جعلي إيجادي. أكو اتجاهين. الاتجاه لعله المستفاد من جملة من كلمات الفلاسفة هو الاتجاه الذاتي، يعني التفكيك بين العلة والمعلول ممكن أو ليس بممكن؟ ليس بممكن، فلا تتعلق بها القدرة الإلهية. ومن هنا فإن المعلول يترتب على العلة المخصوصة ذاتا لو إيجادا وجعلا من الله، أي منهما؟ على الاتجاه الأول يقول ذاتا من قبيل الزوجية عندما تترتب على الأربعة، يستحيل غير ذلك. تقول خب بين النار وبين الإحراق ماذا؟ يقول توجد علاقة ذاتية، علاقة ذاتية ويستحيل الانفكاك بينه. تقول في قرية إبراهيم، يقول لم تكن نارا، مو كانت نارا ولم تحرق، جعلها بردا وسلاما، مو أنه النار ولكنها ماذا؟ لا تحرق. إذا لم تحرق فهي نار وليست بنار، بعد ليست بنار، مو أن السبب موجود ولكن المسبب ماذا؟ نحذفه تعطل، محال، بل السبب الله بدله الى ماذا؟ الى ليس بسبب. يعني سالب انتفاء الموضوع والمحمول يصير بناء على الذاتية، سالب انتفاء الموضوع، اما بناء على الايجاد الله جعل هذه الروابط بين الاشياء بين الاسباب ومسبباتها، بعد سالب انتفاء
محمول. يعني هذا السبب إنما يؤثر بإيجاد هذا المسبب بإذنه، ولو شاء أن يوجد هذا السبب ولا يؤثر في إيجاد ذلك المسبب لأمكنه سبحانه وتعالى. هذان اتجاهان في فهم نظرية العلية والمعلولية، في فهم علاقة السببية والمسببية بين الأشياء، ولها آثار أساسية ومهمة في كل العقائد والأصول الاعتقادية والأساسية. واحدة من آثارها، خلوا ذهنكم جيدا يمي، نحن إذا اعتقدنا الله علة لعالم العقل، هو الذين درسوا بداية الحكمة يعلمون هذه الاصطلاحات، الله علة لعالم العقل، وعالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة. خب الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يوجد عالم المادة مباشرة من غير هذه الوسائط أو لا يمكنه؟ أي منهما؟ هنا هذا الاتجاهان يأتيان. إذا قلنا بالاتجاه الذاتي فالمادة معمولة لأي شيء، لعالم المثال، فيمكن أن توجد من الله مباشرة أو لا يمكن؟ لا يمكن. من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة يمكن أن توجد في الفردية أو لا يمكن؟ لا يمكن. يعني الزوجية توجد في الثلاثة، يمكن أو لا يمكن؟ يعني ممكن، كيف يمكن أن يتحقق؟ والقدرة الإلهية لا تتعلق بالممتنع. أما إذا قلنا لا، الله جعل العقل علة العالم المثال وجعل المثال علة العالم المادة، هو أوجد نظام السببية والمسببية بين هذه الأشياء، وبإمكانه إذن ماذا؟ أن يوجد أي معلول من غير ماذا؟ من غير سببه الخاص، وأن يوجد العلة ولا يرتب عليها ماذا؟ معلولة. يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. إذا هذا قد مطلب أساسي، وهنا من عبارات السيد العلامة يشوف بأنه المطلب هي شيء مرجح، إن شاء الله يتبين من خلال العبارة. شوفوا الآن أنتوا لو ما هو بيدكم المباني الفلسفية اطمئنوا أنتوا 50 مرة تقرؤون هذا البحث، هذا التأرجح بين المبنيين ما يتضح. أما عندما المباني الفلسفية بأيديكم أنه هناك أكو اتجاهين في فهم علاقة العلية والمعلولية، عند ذلك هنا أيضا سيتضح بأنه هذا التأرجح أين موضنه تتمة الأبحاث.